مرحبا. 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 أهلا وسهلا. أهلا فيك. رح يكون شي حلو ما؟ إيه لسه هاي البداية. تعرف وين رئيس النقابة؟ ليكو هذا أبو الدان. حضرتك رئيس النقابة؟ ايه نعم. بما انه هالمشغل بيكون تابع لمجموعة شركات كارجي، جاي احكي معكم نيابة عن المديرة جميلة كارجي. جميلة خانم مع فكرة انه نحل هي المشكلة بأقصر وقت ممكن، وبعتتني لحتى اتفق معكم. شو جواب حضرتك؟ ماشي منشوفها. رح خبرها انه حضرتك موافق تحل هي المشكلة. خبرونا بالمكان والتوقيت. تمام. بالحقيقة ما كنت متوقع بهالسرعة الامور تصير لصالحنا. اهلا وسهلا نيفي. اهلا فيكي. شو عم تعملي هونك بنتي؟ انا محامية بهاي النقابة. ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقكم. في شي برأيي انه كتير مهم ضروري انكم تعرفوه. الزلمة قال انه جميلة كارجي هي اللي بعتته. رئيسة مجلس هاي الشركات؟ ايه جميلة كارجي بتكون امها لنيفي. امك مديرة هاي الشركات؟ بهي الحالة اذا بدك ما في داعي تشاركي بلقائنا معه. شو رأي حضرتك؟ طبعا يا رفيق، رزان موجودة معنا بلا ما نسبب لنيفين خانم مشاكل. بس أنا حابة إني يكون معكم، أنا محامية وبشتغل بهي النقابة، وشو ما كانت الظروف هذا ما رح يمنعني أقوم بواجبي. طيب، معناتها ما في مشكلة بنوب؟ لا. وصلوا جميلة خانم، دخليهم لهون، تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلين بحضرتك، مرحبا. أهلا وسهلا. أهلين بحضرتك. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلين فيك. طيب بعتقد انه كلياتنا بنعرف شو المشكلة، وبرأيي انه من الافضل بالنسبة إلنا وبالنسبة للنقابة والعمال انه نوصل لحل وسط ونحاول نرضي كل الاطراف. فينا نبلش؟ ايه منبلش. يا ترى شو فينا نقدم لحتى نرضي جنابكم؟ بدنا مقابل للشيء اللي اعطيناكم اياه ورضيتوا فيه.
انت اللي علمت بنتي تحكي بهذا الاسلوب؟ اذا كنت سبب في هالشي اكيد بشرفني. ولك شو عم بتقول انت ولك؟ غسان! اسمعوني، ما فينا نحل اي شيء بهالطريقه. اهدوا اذا سمحتوا، تفضلوا اقعدوا. ما كنا متوقعين تستقبلونا هيك، وبظروف مثل هي من الواضح ما رح نوصل لاي اتفاق. نحن رح ننسحب. شرفوا يا رفاق. ارفعوا الراس ورح قلكن برافو، حليتوا المشكله بطريقه حضاريه. انبسطوا. مر اللقاء احسن مما توقعت. نيفين فوتي قدامي. مو هلا. هلا غسان اترك ايدي. ولك تعي لهون. لا تتدخل. احمد اهدى. وقفوا، هلا وقتكم. نيفين تعي معي، لازم نحكي. رايحة معهم. رح تجي معي انا وغسان، تحركي. تروحوا انتو هلا بلحقكم. تحركي. شو مفكر حالك عم تعملي؟ اه؟ لك انت كيف بتيجي مع هذا الواطي؟ ما عملت حساب لي ولا فكرتي بامك؟ طيب ما فكرتي بجوزك؟ عايزة بتريد، هذا المكان مانو مناسب لهيك مشاكل، اتركهم يروحوا على بيتهم ويحلوا الموضوع لحالهم. هذا الموضوع طلع عن سيطرتهم جميلة، طلعي فيني. طلعي فيني! عم تشتغلي معه لتخربي بيت امك، فوق هذا الشيء، بتصرفك هذا عم تحطي جوزك بموقف تافه. انا كنت عم بشتغل شغلي، وما عملت شيء بيستاهل العياط، ماني عامله شيء غلط. اضربي انت وشغلك، عم تفهمي؟ اسكت علي اسكت، بهالطريقة ما بينحل شيء، بترجاكم اهدوا. يلا بنتي، روحي على بيتك، يلا. وانت على مكتبك، اهدى شوي وبنحكي بعدين. وانت كمان انسالي تصرفات البيك تبعك، لانها بحياتها ما قدرت تحل مشكله. اهوش. يا ربي انا وين وقعت؟